أقول لك دكتور أن هناك بذور. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. العنب هل فعلا هي تقضي على بكتيريا الفم؟ نعم، لأن فيها هذه المضادات للأكسدة وفيها مكونات مطهرة. وكيف يمكن استعمالها؟ أكثر من ذلك، أن الذي يقدر على مضغ هذه الحبوب فهي تقتل كذلك بعض الطفيليات في الأمعاء. لماذا؟ لأن كما قلت كل الأشياء المرة هي أشياء يعني هي دواء لها، نعم لها تأثير، ولها تأثير صحي إيجابي في الجسم. ثم هذه حموضة العنب، فلماذا العنب يذيب هذه الحصوات الموجودة في الكلية؟ هي حصوات الأوكسالات، يعني الفوسفوكالسيك، هذا المركب الفوسفوكالسيك اللي هو اللي يعطي يعني أحجار، نسميها احنا الأحجار في حصوات في الكلية. لأن العنب كما قلت فيه حمضيات عضوية من حمض الملك، وهذه الحمضيات العضوية من حمض الفورميكول ماليكول أسيتيك، هي خصوص حمض الماليك، هي حمضيات تذيب هذه الحصوات يعني على مستوى المرارة وكذلك على مستوى الكلي. فكل العصائر وكل الفواكه الحامضة بما في ذلك يعني البرتقال والحامض، هذه والفواكه قبل نضجها تكون حامضة أو في أول نضجها، فهي صالحة لغسل الجهاز الهضمي، تطهر الجهاز الهضمي، لأن هذه الحمضيات العضوية لها تأثير بالغ خصوص على مستوى البكتيريا النافعة أو البكتيريا الصديقة، بكتيريا القولون يعني حادث البروبيوتيك. وهذه البكتيريا تستعمل هذه الحمضيات العضوية كي تتقوى على البكتيريا الأخرى يعني الممرضة. المداخلة ديالك عبارة عن تساؤل. نعم. فكنعرفوا حنا كنا الخاصية ديال العنب، إلا أنني صادفت واحد الأيام أنني قريت واحد مؤلف صغير. نعم. هو أن واحد السيد كتب قصة عن رحلته الطويلة مع المرض، مع مرض السرطان الله يجينا ويجيكم. فكان شي شيخ وصف له وصفات العلاج بأكل العنب، فكتب هو المؤلف ديالو على معجزات العنب، وكان شفي تماما من هذا المرض، مرض السرطان، من مرض السرطان. فانا كنتسائل واش فعلا هذا الفاكهه هي قادره على علاج هذا المرض. وشكرا. شكرا لك الاخت. شكرا، سؤال جيد، لان من الاشياء التي تحمي من السرطان وقد تعالج السرطان لما لا هي المضادات للاكسده. نعم. والمضادات للأكسدة موجودة في النبات ولا توجد في الحيوان إلا في البيض البلدي. نعم. كاين البيتا كاروتين في صفار البيض البلدي، وكاين بعض المضادات الكيماوية في بعض منتوجات البحر. أما يعني الحيوان ليس لديه مكونات تقي الجسم من السرطان، المواد الحيوانية لا تقي الجسم، المواد النباتية فيها كل شيء، هي الحافظة للجسم. ولذلك الخطاب ديال الله سبحانه وتعالى في القرآن دائما يتكلم عن الفواكه وعن الثمار، حتى لما وصف طعام الإنسان في سورة عبس، وهي السورة التي قرأتها في المقدمة. نعم. فكما يقول الجليل جل جلاله: فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، يعني حتى الأنعام تأكل من هذه الأشياء. فهنا يأتي العنب والنخل في ذيك اليدي، فهذا طعام الإنسان وطعام نبات، طعام فيه الزرع يعني الحب كناكلوا الخبز، قمح شعير ذرة، وفي كذلك القطاني، العدس والفاصوليا والفول والحمص وإلى ذلك، وفي تمار هي الفواكه والخضر، يعني الخضر هي تمار. لذلك الخطاب في القرآن نجد أن يتكلم عن التمار وعن النظام النباتي، والنظام النباتي في مضادة للأكسدة، والمضادة للأكسدة هي التي تعالج. مضادة للأكسدة الموجودة في الزعتر، الزعتر يعالج لأن فيه مضادة للأكسدة، يعني فيه البوليفينول. الزيتون يعالج لأن فيه بوليفينولات، فيه مضادة للأكسدة. والرمان فيه مضادة للأكسدة، حمض التانيك وحمض الإيلاجيك، والتفاح فيه حمض الإيلاجيك، والعنب فيه ريزفيراترول، والطماطم فيها اللايكوبين، وفي هذه كلها مضادة للأكسدة، والكيركيمين يعني الكركم فيه الكيركيما، والزنجبيل فيه الجنجرول، والقرفة فيها حمض سيناميك أو الديهيد سيناميك. هذه هي المنتوجات التي تعالج. والسرطان يعني لا يمكن أن يقاوم
لا يمكن أن يتحدى المضادات للأكسدة. أن مادة الليكوبين والكلورو يعني الكلوروفايل الآن في أوروبا وفي الغرب تباع على شكل أقراص للناس المصابين بالسرطان، كذلك السيلينيوم لأنه مضاد للأكسدة. يعني هذه السيدة قرأت هذه القصة ليست كذب، وهي نعم نحن نزكي هذه الأشياء، وهي حقيقة علمية ثابتة أن المضادات للأكسدة ممكن أن يحدوا من خلايا من يعني التورمات السرطانية، خصوص في الطور. إذا كان الطور الأول مثلا ممكن أن نعطل هذه الخلية وممكن الشخص أن يعيش. وهناك حالات عولجت، فهذا يدخل في قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الشفاء بيد الله وليس بيد الطب. الطب بيده العلاج والشفاء بيد الله، يجب أن لا نخلط الأمور. فهناك من يعني تعالج أو عالج نفسه بالماء فقط، ولكن يكون السبب دائم مادي، يجب أن يكون هناك سبب. يعني فهذا الشخص الذي وصف له العنب، إذا تناول العنب لوحده وطبيعي ما يكونش فيه مبيدات، ويكون عنب طبيعي يكون فيه تركيز عالي ديال الريزفيراترول مضادات للأكسدة، وفي فيتامينات اللي تتمنع السرطان مثل الفيتامين سي كذلك، والفيتامين بي والفيتامين أ هذو مضادات للأكسدة كذلك. فهذا الشخص يعني أنا هذا الطرح وهذا الشيء الذي قرأته السيدة في هذا الكتاب صحيح. أنا أزكيه نعم، وهو أمر وارد. كنظن ماشي كنظن هذه حقيقة، أن الإنسان كي يتناول طبعا شي مادة باستمرار كتكون نتيجة حسنة. إحنا المشكل شنو هو أن كنبغيو النتيجة سريعة. نعم. هو يمكن يتناول طبعا واحد المدة طويلة، يمكن شهرين أو ثلاث شهور يتناول العنب جاءت نتيجة الشفاء. أكيد أكيد. هذا خصوص إذا كان يعيش في البادية وجو نقي وليس هناك تلوث وما إلى ذلك، فطبعا غادي يكون الأمر دياله بسيط جدا وربما يعالج، وليس مستحيل العلاج، ليس مستحيل الله سبحانه وتعالى. نعم، غير الناس يعرفوا يتعاملوا مع الأمراض ديالهم، هذا هو اللي كاين. طبعا أنا في قرأت أن بعض الدراسات الأمريكية من خبراء التغذية أكدوا أن تناول العنب الأسود، مع رغم أن ذكرت قبل قليل أن الأخضر والأسود والأبيض يد والأحمر كلهم نفس التركيبة، ولكن هما يصرون على أن تناول العنب الأسود يساعد على تقوية الذاكرة، كيف ذلك؟ نعم أكيد، لأن كما قلت فهذه المكونات اللي كتسوي الضغط هي أملاح معدنية والفيتامينات، ودائما نعود للمضادات للأكسدة. فسكريات العنب سكريات تمتص مباشرة، لا تحتاج لهضم في الفم ولا المعدة، الجلوكوز يمشي للدم مباشرة. هذا ينشط الجسم، يعني الناس اللي كيفطروا على الفواكه اليابسة ولا الفواكه الطارية دغيا الجسم ديالهم كينتعش، دغيا التركيز ديال الدم كيولي مزيان جيد، حتى الناس اللي كيكونوا صايمين. تنشيط الذاكرة هذو المضادات للأكسدة الآن، المضادات للأكسدة الآن كراهنوا عليهم العلماء كلهم في عبر العالم، نحن نراهن على أن المضادات للأكسدة هي المكونات التي تساعد وتنشط الجهاز العصبي. نعم. وكذلك حمض الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3 والكالسيوم والفوسفور، هذه أشياء، واليود والفيتامين بي، هذه أشياء يعني السيروتونين، هذه كلها أشياء يعني تنشط. ولكن يبقى على رأس القائمة حمض الأوميغا 3 والمضادات للأكسدة والريزفيراترول. مادة الريزفيراترول هي مادة تنشط الخلايا العصبية، ويعني هذه حقيقة علمية الآن توصل إليها البحث العلمي. ولذلك نجد أن العنب حظي بذكره في القرآن الكريم في عدة آيات، كلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يضرب لنا مثلا فيما نقتات به فهو دائما يعبر النخيل والعنب، تجدهم جل آيات الزيتون والنخيل والعنب. يعني في سورة النحل هو الذي يقول تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. يعني حتى التفاح والبنان كاينين، غير هو كاين أشياء ذكرت بالاسم اللي هي التمر والعنب والزيتون والنخيل، وكاين أشياء ذكرت هكذا مجملة في ومن كل الثمرات. والعنب يحظى بتعبير القرآن، يعني جل الآيات كنلقاو فيهم العنب، إلا ما تذكرش بالسمية كيذكر بالوصف ديالو جنات، هذيك جنات معروشات وغير معروشات تعني العنب في الآية التي هي في سورة الأنعام.